حاليا يتبقى فقط صفرة الحكم للإعلان عن فوز النادي الأهلي بالدوري السادس في تاريخه في جيم 5 لموسم 21-22. فعلا 6 ثواني خلاص يتبقى الإعلان رسميا، يتبقى الإعلان رسميا، وأعلن رسميا فوز النادي الأهلي بموسم 21-22 دوري السوبر مع السنيور أوغستي جولبي بوش. 5 وخميسة عليك يا أهلي، والبطولة الخامسة في أحداث هذا الموسم. 5 وخميسة عليك والسادسة في الأهلي. عنونوها في البوستات، توتوها في التويتات، اطلقوا الهاشتاجات وقولوا الأهلي بطل لكل البطولات. نعم يا سادة، أوغستي جولبي بوش يفعلها. 5 محاولات 5 بطولات من أصل 5 بطولات يفوز بها. بدأ أوغستي بوش في يوم 15/8/2021 وتعاقده مع النادي الأهلي، 272 يوم تتويج للنادي الأهلي، 272 يوم هي عمر أوغستي في النادي الأهلي يتوج بيهم ب5 بطولات. بدأ ببطولة المنطقة، ثم البطولة العربية، أتبعها بطولة دوري المرتبط، ثم دوري أو كأس السوبر، وأخيرا بس مسك الختام بدور السوبر لكرة السلة موسم 21-22. ومن قدام مين؟ فريق الاتحاد يا جماعة، فريق كبير مليء ومدجج بالأسلحة والبطولات. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لنادي الاتحاد، هارد لك للكوتش أحمد مرعي، واحد من أهم مدربي مصر لازم